أنا أنصحكم وأنصح خواتكم على العلم اللي يوديكن إلى عمل، لأن البنت إذا تزوجت الزوج وخذها الريال، مو بلازم أن الريال تاجر، كل ريال عنده راتب بسيط 8000 7000 5000 6000، أصبحت هذه البنت إلى أنها مثل وحدة ممكن عندها عمل وعندها راتب، فأصبحت هي مساندتنا عرضة الأيمن للعمل لحمل البيت ومعيشة الأولاد ومعيشته وزوجها. لكن الحرمة اللي ما عندها عمل، لو هي زينة وأخلاقها زينة لكن ما عندها كسب ولا تكسب، يشوف الريال كثير من الناس يشوفه كعبة علي، كسوته ومعيشته وصيدته ومعيشة عيالها وبيته وسايدها وكلها علي. لكن هذه اللي تدخل يكون لها قدر وياها عن زوجها أكثر. ولكن الله سبحانه وتعالى أخذ بأيدينا وعملنا اللي عملناه والحمد لله. والآتيين من الأبناء هم يشوفون هذه الأثر وهذا الطريق اللي متبع قبلهم، ومن واجبهم أنهم يطبقون نفس الشيء. حضرنا أو ما حضرنا، غبنا أو حضرنا، عليهم واجب أنهم يطبقون نفس الشيء في مسيرتهم في الأرض وللعباد ولل التاريخ.